لقطتك لقطتك قاعدة ومروقة ونعسانة وتعبانة. بسألك سؤال، أنت نايم شي بالليل؟ أنا لا ماني نايم بالليل. يا جماعة امبارح بالليل يلي صار إنه نحن رحنا لحتى ننام، قمنا بنسمع صوت السقف عم بمو مو مو، اكتشفنا بعدين إنه الأولاد هن فوقنا. يا الله راحت اللحظة عليكم، جاي إجا رح يقعد على المرجوحة أمه. فكرة واطية كتير والله، مدري مين داعي علي. ماشي يا لولا، والله ما حدا داعي اصلا، انا بعرف اقعد على المراجيح. طب ليه وقفت التصوير؟ كان طلعت اللقطة كتير كتير حلوة. الله قد ما ضحكت وحياة الله حاسة هلا الله رح يعاقبني ويوقعني. كيف اقعد بس موت وافهم. هاي للكل. يا جماعة اليوم قررنا نعمل فيديو شوي غريب، تمام؟ مثل ما بتعرفوا انه نحن هلا العيلة كتير كبيرة وكلها بالفيلا قاعدة وفي ولاد كتير، ويلي صار مبارح كتير خطير. يعني انه مبارح الولاد كانوا هيك هايشين وجانين وخبط خبط خبط، ثلاث مرات طلعت لعندهم بالليل، يا بابا يا حبيباتي هدوا شوي، في عالم بدها تنام، نحن بدنا ننام. برجع بنزل. قررنا انه اليوم نحط كاميرا مراقبة عند الولاد، تمام؟ بدون ما يحسوا بدون ما يعرفوا. اربع ولاد نراقبهم، يعني جوجي ورفقاته، بس في شرط. تخيلوا اول شيء انه مع اربع اولاد مجتمعين ومبسوطين، شو ممكن يصير؟ شو الغلي ممكن يصير واللي نحن راح نشوفه؟ بس الشرط الاساسي انه ما راح نقول لهم بدون صوت وما تعملوا هيك وما تساووا هيك، لا، بدنا نقول لهم انه اعملوا اللي بدكم اياه، سووا اللي بدكم اياه، بس لحتى نشوف انه لما بنقول لهم اعملوا اللي بدكم اياه شو اللي بيعملوا، لانه ممكن اذا هددناهم اليوم ما يعملوا شيء قدام الكاميرا، فلازم نشوف نحن انه شو اللي بيعملوه بغيابنا اذا نحن اعطيناهم الحريه. تمام تمام، جاهزين؟ جاهزين. انت واحد بس. اوكي يا جماعه، قبل ما نبلش الفيديو، اذا انتم جدد على القناه ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. بدكم نبلش؟ ابا اوكي، اول شيء ليكو هون اليوم عندنا كانجرو بس كبير مانو صغير. ليكو شو حاطين هون؟ ترام. ليكو هي الكاميرا يلي رح نراقب فيها، رح نوصلها على الموبايل لحتى نشوف كل شيء عم بيعملوا. هنا بدنا نفوت لعندهم بالكاميرا انه عم نصور عادي. ايه بنصورهم عادي، انا بلهيهم شوي وانت بتحط هي الكاميرا. ايه بس لحتى اعطيكي هيك ننطلق. اوكي يا اطفال يا صغار، اشربوا الحليب. ليش قاعدين على العتم؟ ليش قاعدين على العتم؟ هاي هاي، كيفك؟ هاي هاي، كيفك؟ هاي هاي، كيفك؟ شو هالبيت مرتب؟ شو هالغرفه اللي بتاخذ عقل؟ عن جد طبعا مرتب. شو عم تعمل؟ طب اذا واحد اجى دفشك شو بتساوي؟ لا لا لا، طولي بعد طولي بعد. ليك هم اوكي، هلا بس بدي منكم شغله، تمام؟ تجوا لهون شوي. ايوه وقفوا هيك ظهركم، بلعبكم اللعبه. اوكي اعطيني الكاميرا للعمون. أمر وصراحة، أوكي؟ أوكي. مين أكثر حدا بيحب تعليم؟ أنا. نعم. مين أكثر حدا بيحب لؤي؟ أنا. شو كله تعليم ولؤي؟ مين بتحبه أكثر، تعليم ولا لؤي؟ يلا. تعليم. تعليم شي لؤي شي. الصبح تعليم والمساء آخر. لا لا، شو هذا؟ الاثنين. كيف يعني الاثنين؟ ما بعرف. أنت ما جاوبت على السؤال. تعليم. لؤي بيكون أبوه. ايه هلا بابا لانه احيانا عصبي بيجي وانتي نادرا تكوني عصبيه. يا الله. هلا هيك حب خبركم انه فيديو اليوم، لا ما خلص لسه ما بلشنا، راح اقول لكم انه خلصت اللعبه. حلوه تعملوا اللي بدكم اياه معكم بس 10 دقائق. ياي. لا ما هيك بيلعب ما مثل امبارح. جوجي جوجي بهدوء. انت انبسطتي مبسوطه هيك حكيتي؟ انا مبسوطه. يلي صار امبارح انه نحن مو نايمين الليل من صوت بف ودش وبف ودش، اليوم رح نعطيكم الحريه الكامله تعملوا اللي بدكم اياه خلال 10 دقائق، مثل ما انتم بتلعبوا العبوا. يلا باي 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 يا حلوين. باي. تمام، ونحن رح نقعد هون ونشوف كل شيء عم بيصير. بلشوا لعب بالمخدات وجنان انت على فكره ما كان لازم تقولوا خذوا راحتكم، كان لازم تقولوا لهم خذوا ربع راحتكم مثلا، عرفتي؟ انا بدي اشوف شو بيعملوا باقصى الحالات يعني، عرفت؟ ليك ضرب يو وقع على الارض. طب يا الله، انه الاولاد لما بيلعبوا مع بعض هيك وبيضربوا بعض ما بيخافوا؟ الولد ما بيحس انه مثلا ممكن يضرب ضربه للثاني؟ انه انت وقت كنت صغير حبيبي
الجو حلو اليوم. ليك اكيد عم بيغنوا لنا نحن مو مسمعانين صوت. لا عم نشوف عم بينططوا عرفتوا هن يعني كل واحد بيعمل شو للتاني عرفتوا هذا اللي عم بيصير. اه ليك جورجي قاعد على الموبايل. اوكي بما انه جورجي حاليا قاعد على الموبايل فينا نحن نشوف حتى جورجي شو عم يعمل على الموبايل عن طريق برنامج اسمه فامي سيف. طبعا هذا البرنامج نحن مشتركين فيه وكثير كثير مبسوطين انه بنقدر نتابع جورجيو نتابع اللوكيشن وين هو عم بيروح شو عم بيزور مواقع شو عم بيشوف فيديوهات وصور وهيك شغلات. طبعا هي ما بس من باب المراقبه من باب انه جورجو حاليا بيعمر المفروض نحن نعرف شو المواقع يلي عم بيزورها. مواقع الويب كتير كتيرة والاشياء الخطيرة كمان كتيرة لهيك هيدا البرنامج بيخلينا نعرف ابننا شو الاشياء الابليكيشنز يلي عم بينزلها حتى بنقدر نتحكم بالوقت يلي عم يقضي ابننا على الموبايل وهيدا الشيء كتير مهم لانه هو بيعمر ممكن يمسك الموبايل يقعد عليه فترات كتير طويلة فمن خلال هيدا البرنامج نحن بنتحكم انه يقفل الابليكيشن ما بيقدر يفتحه. طبعا برنامج فامي سيف فيه كتير كتير مزايا تانية بيعمل تصفية للصور يلي ما مناسبة لعمر جورجيو كمان فينا نراقب المحتوى يلي عم بيشوفه على يوتيوب وعلى تيك توك. خلينا نشوف هلا شو شاف جورجيو بهالوقت هذا. مليون قصة. هلا شو عم بيشوف هلا فاتح تيك توك مثل العادة. اه بس لا عم بيشوف اشياء هيك كيميكال وما كيميكال وهيك شغلات يعني والله ابو الجوج امان تمام الوضع. كله هيك بنصح كل الاهل يكون عندهم فمي سيف لحتى تكونوا جزء من الحياة الرقمية الواسعة كتير لاولادكم. حتى انه على فكرة في ميزة جديدة باخر فيرجن من فمي سيف هو انه بيفحص الرسائل النصية اللي عم تجي اذا فيها روابط مشبوهة وبيعطي الارم للاهل. فالموضوع كتير مهم جد فينكم تنزلوه هلا من الرابط الموجود بصندوق الوصف وتاخذوا 3 أيام مجانا تمام فجربوه انا واثقه انه رح تكملوا فيه لانه البرنامج بيتعلق بامان ولادكم. اكيد اكيد وهي ابو الجوج كل شيء امان وكل شيء تمام يعني. وي لاف يو مامي حبيبي. اوكي هلا رح نكمل مراقبه تمام. انا ما عم بشبع فرجي عليهم لانه جد يعني واو واو لما بيكونوا مع بعض. شهوني شهوني روح معهم. ايه لو فينا نسمع شو عم يعملوا. شو عم انت رنتيون يعني عرفتي شو ليك شو بو ابنك. ليه؟ لا مستحيل جوجي والله العظيم مستحيل. كنباية دوك شو بده بالكنباية. طيب انه شو بده مثلا يعني شو الفكرة. لك جوي هنيك لك جوي اخ المخدات صارت على الاراضي. ليك حتى هنيك راح يا الحافات مجنون كل الحق علي مجنون والله كل الحق علي والله شكله هيك جوجي هو اللي عم بيعمل وهن عم بيمشوا وراه مثل ما بده. اللي شايفينه نحن لهلا انه الكنباية صارت بالارض الكنباية الثانية انزاحت مخدات كلها بالاراضي. في حدا اجى وقف قدام الكاميرا بس شافوها. لا مخباينة انا مخباها منيح منيح مستحيل منيح منيح بعرف انت وقت خبيها منيح منيح. يا شباب الكنباية انزاحت حتى الكبيرة انزاحت ما بقي شيء غير بالأراضي. شو المتعة بإنه الكنبايات تنزاح وتقلب يعني. بس إنه هن ما بيعملوا هيك يعني أنا ولا مرة إيه؟ جيت البيت لهالدرجة عم قاعد والله بس والله. أنت قلتي لهم أنتوا حرين تعملوا اللي بدكم إياه خلال 10 دقائق. ليكي ليكي هاد ليكي مدري شو جا مدري شو طلع بعقله قابل يا انا ما عم صدق اعلن الغلط يلي عملته اللي هو انه انا قلت لهم خذوا راحتكم. في كارثه رح تصير معناتها على فكرة. مثل ما شايفين الكاميرا ماسكة المجال كلياته يعني شايفتهم كلياتهم شو عم يعملوا. هلا هو الحمد لله انه لهلا يمكن ما شافوا الكاميرا بس انه ولا مرة عملوا كل هالشي. معقول شايفينه وعم بيجنوا قدام الكاميرا شو رأيها؟ لا ما بصنع مستحيل. ليك الرقص والفقش شو رأيك هلا ننزل؟ يا انا برأيي ننزل بقى يلا حاشتهم حاشتهم ننزل تعالوا نفاجئهم ونقول لهم انه كل شيء كنا عم نشوفه نحن بس زعلانة على الفقرة اللي راحت علي. بلشوا يتقاتلوا تعي هذا كله من ضمن كان كله علينا هذا الحيو ليه ما تزلل علي أكيد عم تمزحوا يا قطع طيب عرب انتوا اللي بيعطيكم حريتكم 10 دقائق انتوا قلتوا رنتوا شلتوا الفرشه انتوا قلتوا انتوا نحن بنعرف انه شلتوا الفرشه وبنعرف انكم شلتوا كل شيء على الاراضي وبنعرف كل شيء ليش تعوا 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 لا عم تمزحوا لا ما عملنا هاي قولوا هاي قولوا هاي عفكرة كنا شايفين كل شيء بس ما تخيلنا انه الفرشة كمان تشيلوها. بس انتو ما بتعملوا هيك لهالدرجة وقت نتركوا انتو راح ترتبوا انتو هيك قلتوا فلهيك لا انا بالغلط يمكن هيك قلت يلا يلا حبيبتي نحن ناسين نلعب شوي على البلاي ستيشن شو حبيبتي تعالي لا 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 انا بدخلني انا بدخلني عفكرة
فكره الفرشه الشيء الوحيد يلي ما شفناه بالكاميرا، لانه هي هي مسكره كل شيء. فانا فكرت انه بس قلبت الكنبايه، ما عرفت انه قلبين فرشات وعاملين ومساويين يعني. نشكر الله ما بينت، نشكر الله ما بينت. طيب هلا بدي اقول لكم شغله قبل ما ننهي الفيديو. شو هو؟ انه انت ترتبوا البيت. لا وقفوا هلا، في تحدي كثير حلو انه ترتبوا البيت. بدنا نعطيكم بس 10 دقائق. ايه اذا بنرجع والبيت مرتب، اليوم في ترامبولين. يلا يلا اوكي. هلا 10 دقائق، 5 دقائق كمان، ما بس 10 دقائق بيكون البيت ترتب كليا. شهوني اقعد معهم العب معهم الفكره بعد هلا. بس على فكره هن لا فعليا ما هيك بيعملوا لهي الدرجه، بس اليوم كان غلطي انه قلت لهم اعملوا لبيتكم اياه، فشكلهم الاولاد ما بينعطاهم وش. اوكي يا جماعه كان حلو هيدا الفيديو، كثير صار فيه قصص حلوه. هلا بدي ارجع لكم بعد 10 دقائق بعدين انهي الفيديو، شو رايك؟ لفرجيكم انه كيف بخمس دقائق بس رح يرتبوا. اوكي هلا مضي اكثر من 10 دقائق، هلا تعالوا نشوف الاولاد في ترامبولين. حبيبي اكيد البيت بيشل. لك يلا افتحوا ولك خلص. هاي شو رايك؟ واو ما عرفتكم ولا عرفت البيت. هيدا يلا قوموا البسوا يا جماعه، اليوم في ترامبولين. هلا هلا بعد شوي اكيزوا على المرابة، كتير حلوة كانت. ومثل ما قلنا لكم نزلوا تطبيق فمي سيف تمام لحتى تشوفوا ولادكم شو عم يعملوا. على فكرة جورجيو بيعرف بالموضوع يعني، بيعرف انه البرنامج موجود عنده تمام. هلا رح نقلكم فيديو اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. فهلا قبل ما ننهي الفيديو اذا انتوا اشتركتوا على القناة ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. صوتكم كتير حلو. اوكي تابعونا حساباتنا على الانستغرام. باي باي باي. الترامبولين ما في ترامبولين. في ترامبولين ما في ترامبولين. من عمر سنيني بعطيكي جمالك انا ادمنته، صوتك موسيقى.